ولبن وكيس كريم شانتيه، لبن بودرة والسكر وفولة، ندوب فيها كل حاجة مع بعض. عايزين طبعا الرز بلبن يطلع زي المحلات بره، بتحطيله كريم شانتيه ولبن بودرة، طبعا الرز متلسقش، والسكر عشان نحيق بيه، والنشا عشان يمسك ويبقى حلو. متنسوش تعملولنا لايك وشير، وخليكم معايا بقى اوريكم كل حاجة مع بعض. بصوا بقى، انا عملت الرز بكوبايتين مية، هديش معايا بقى لبن، جبنا البونة معانا هنفضي فيها اللبن، اهو اللبن حطيته معاكم، وهضيف كيس اللبن بودرة اهوت، وهضيف بقى الكريم شانتيه اوريكم. وزي ما انتوا شايفين ضفت بقى اهو المكونات كلها، هضربهم بقى مع بعض. زي ما انتوا شايفين هضغط معاكي، هيطلع معاك حتة الرز بلبن، لا تقولي لا أقع مرة ولا أي حاجة، ولا فيك هياكلوه ويبسطوا منه، هتبقى عارفة عيالك بيحبوه مسكر مش مسكر كده، هتاكلي حاجة نضيفة. زي ما انتوا شايفين اهو الرز استوى، هنضيف بقى عليه خليط اللبن والكريم شانتيه والكريم اللبن بودرة. انا ضفت اللبن اهو والسكر، زي ما انتوا شايفين كده هضربكم الرز بلبن خلص. انا سايباه يبرد شويه، بعد كده هحط عليه مكسرات جوز الهند وعندي عين جمل وهحط عليه. بصوا بسم الله ما شاء الله، عملت الكميه قد ايه؟ بتلات علب لبن، باربع علب لبن، وكيس لبن بودره، وكيس كريم شانتيه. تعملوا لنا لايك وشير واكسبرو. سلام.